السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الهندسية، وهناخد في الحلقة النهاردة هي آخر وحدة في التأمينات الهندسية، اللي هي تأمين على فساد البضائع في المخازن التبريد، ان هي تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد. ولو احنا نعرف اللي هي التعريف تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد، اللي هو تلتزم شركة التأمين ان هي تعوض المؤمن له عن البضائع اللي هي مؤمن عليها من الفساد في مخازن التبريد، في الثلاجات ومخازن الايه التبريد، مقابل ان هو بيدفع تعويض لشركة الايه التأمين. طيب لو احنا هنيجي مع بعض على الشاشة ونشوف تعريف وثيقة تأمين فساد بضائع في مخازن التبريد، ان هنا تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن فساد البضائع المؤمن عليها داخل الثلاجات وغرفة التبريد، وذلك بسبب حادث لماكينات الثلاجة. لازم يحصل حادث في الثلاجات ويؤدي إلى تعطيلها، مما يترتب على ذلك تعطل الإيه؟ العمل. يبقى هنا شركة التأمين بتلتزم بتعويض المؤمن له عن إيه؟ عن الفساد البضائع الموجودة في الثلاجات. يعني البضاعة دي لو هي باظت، أو هنا حصل فساد في البضاعة دي بس من غير ما أنا أكون حطها في الثلاجة، هل شركة التأمين هتعوض كده لو البضاعة دي باظت أو فسدت من غير ما احطها في الثلاجات او في غرفه التبريد؟ هل شركه التامين هتعوض؟ لا طبعا ما هتعوضش. هي يعني شركه التامين هنا او الوثيقه دي بتخص ايه؟ بتخص البضائع الموجوده داخل الثلاجات او داخل غرفه الايه التبريد، مقابل ان هنا المؤمن له ده بيدفع مقابل اقساط او قسط لشركه التامين، مقابل ان هي بتعمل حمايه على البضائع او فساد الايه البضائع في الثلاجات او في غرفه الايه التبريد. طيب عندي مين هم المؤمن لهم؟ المؤمن لهم اللي هم بيمتلكوا الثلاجات او ان هم بيشتغلوا او بيقوموا بتشغيل الثلاجات او غرفه الايه التبريد، ده المؤمن لهم. طيب لو احنا هنيجي مع بعض على الشاشه اللي هو مجال التغطيه التامينيه للوثيقه، اول حاجه اللي هو المؤمن لهم. انا بيوفر هنا التغطيه التامينيه المناسبه لكل مين اللي بيمتلك او يقوم بتشغيل، يعني هو لازم يكون بيمتلك يعني ملكه التلاجة او بيكون بتشغيل التلاجات وغرفة الايه التبريد، ده اسمه ايه؟ المؤمن له. طيب الشروط الخاصة للوثيقة، انا عندي الشروط الخاصة، اول حاجة ان بتكون الالات التبريد المحددة في طلب التأمين المؤمن عليها بموجب وثيقة عطل الالات سرية الايه المفعول، لازم تكون هنا الآلات عطل الآلات سرية الايه المفعول. لازم هنا من الشروط الخاصة تاني حاجة ان تكون الآلات التبريد تحت المراقبة، لازم هنا الآلات التبريد اللي هي الثلاجات لازم تكون تحت مراقبة ايه دائمة، من قبل مين؟ موظفين مؤهلين او متصلة بنظام انذار تلقائي في موقع مراقبة بصفة ايه دائمة. يبقى هنا لازم هنا الآلات التبريد لازم تكون تحت المراقبة الدايمة، في لازم يكون هنا الموظفين مؤهلين أو نظام إنذار تلقائي عشان أتابع الآلات التبريد، لو حصل أي عطلة أو حصل أي حاجة أقدر إن أنا أتصرف أو أبدأ إن أنا أتفادى الخسارة الموجودة. تالت حاجة من الشروط الخاصة للوثيقة ان تكون البضاعة وقت وقوع الخسارة او الضرر مخزن في غرفة التبريد، زي ما انا اتكلمت اهو ان لازم هنا البضاعة تكون مخزنة في غرفة التبريد او في الثلاجات. رابع حاجة ان يقوم المؤمن له بامساك سجل للبضائع وبيسجل فيه نوع وكمية وقيمة البضاعة المخزنة وبداية ونهاية مدة التخزين، وذلك بالنسبة لإيه؟ لكل غرفة تبريد على إيه؟ على حدة. خمسة من الشروط الخاصة للوثيقة إن هما يقوم المؤمن له إن أنا بيسجل حالة البضاعة المؤمن عليه في سجل خاص طول فترة التخزين، لازم يبقى فيه سجل خاص في فترة
محطة التخزين يبدأ المؤمن له ان هم يسجل حالة البضاعة الموجودة في الثلاجات او في مكان التبريد. هنا بيشترط ان يكون هناك مصدر للطاقة الكهربائية طول فترة التأمين. دي كانت الشروط. طب هنيجي هنا للأحكام الخاصة للوثيقة. عندي الأحكام الخاصة هما 7. أول حاجة مبلغ التأمين، تاني حاجة تسوية القسط، تالت حاجة أسس تسوية التعويضات، رابع حاجة عنصر الأهمية النسبية، خامس حاجة عمل عمرة للماكينة، ستة إعادة مبلغ التأمين لأصله، إن أنا أعيد مبلغ التأمين لأصله، سبع حاجة التأمين على التلفيات المادية للآلات. دي الأحكام الخاصة للوثيقة. هنمسك كل بند أو كل عنصر من العناصر دي ونقعد نتكلم عليها. أول حاجة من الأحكام الخاصة للوثيقة اللي هو مبلغ التأمين، بيقول لك هنا اللي بيعتبر شرطا أساسيا لهذا التأمين أن يكون مبلغ التأمين مساويا، لازم يكون مساوي للحد الأقصى التقديري لثمن البيع الممكن أو الحصول الممكن الحصول عليه للبضاعة المخزنة خلال مدة هذا التأمين، والذي يحدده المؤمن له. مين اللي بيحدد المبلغ ده؟ اللي هو المؤمن له في طلب التأمين عند بدء التأمين. يبقى هنا لازم مبلغ التأمين لازم يكون مساوي للحد الأقصى لثمن البيع. طيب مين اللي بيحدد المبلغ ده؟ المؤمن له. طب بيحدده فين؟ في طلب التأمين. امتى بيحدده في طلب التأمين؟ عند بدء التأمين اللي هو مبلغ التأمين. تاني حاجة اللي هي تسوية القسط، ان القسط الواجب السداد عند بدء اي مدة تأمين بيكون قسط مبدئيا، بيتم احتسابه على اساس كام؟ على اساس 75% من اجمالي مبلغ التأمين المحدد في جدول الوثيقة، وبيخضع للتسوية في نهاية كل مدة تأمين وفقا للقرارات الشهرية المقدمة للشركة. ثالث حاجة أسس تسوية التعويض، هنا بيتم تسوية جميع التعويضات إما على أساس القيمة المذكورة في الإقرار الشهري السابق مباشرة لوقوع الحادث، أو ثمن البيع الذي كان من الممكن الحصول عليه أيوم أقل. يبقى أنا بحدد أسس تسوية التعويض، بحدده على أساس القيمة المذكورة فين؟ في الإقرار الشهري لوقوع الحادث أو ثمن أو ثمن البيع. يبقى بيحدد يا إما على أساس القيمة المذكورة أو ثمن البيع، بس على أيهما أيهما أقل، أني أقل واحدة، وبنبدأ إن احنا نعمل أسس اللي هي تسوية التعويض. رابع حاجة اللي هو عنصر الأهمية النسبية، هنا بيقولك في حالة ما إذا كان عنصر الأهمية الوارد بالوثيقة والمحدد بمعرفة المؤمن له أقل من النسبة الحقيقية للأهمية هذه الآلة من الآلات التبريد في حالة وقوع حادث، فإن المؤمن له بيتحمل الفرق بين بين النسبة المحددة في الوثيقة والنسبة الفعلية. يبقى أنا بيتحمل الفرق بين بين نسبتين، النسبة المحددة في الوثيقة والنسبة الفعلية، ده اللي هو عنصر الأهمية النسبية. خامس حاجة من الأحكام الخاصة للوثيقة اللي هو عمل عمرة للماكينة، عمل عمرة للماكينة. عمرة يعني ان انا بعمل ان انا عند حساب اي خسارة بيراعي الوقت الذي تم فيه عمل عمرة او تعديلات او تحسينات لماكينة التبريد. العمرة دي يعني انا بعدل فيها او بحسن في ماكينات التبريد. ستة اعادة مبلغ التأمين لاصله، في حالة او في خلال المدة التي وقع فيه حادث او حتى نهايتها نهاية وثيقة التأمين، فإن مبلغ التأمين بيتم إعادته إلى إلى أصله عن طريق دفع قسط نسبي، وهذا القسط بيحسب على أساس جزء من مبلغ التأمين الذي دفع فيه التعويض، ليبقى مبلغ التأمين كما هو طول مدة التأمين.
يبقى هنا إعادة مبلغ التأمين الأصلي. أنا بعمل إعادة مبلغ التأمين الأصلي إمتى؟ لو أنا حصل حادث وبدأ وشركة التأمين عوضتني، بس لسه في مدة في الوثيقة لسه ما انتهتش، فأنا بقول لشركة التأمين أنا عاوز أرجع لمبلغ التأمين الأصلي، إعادة مبلغ التأمين الأصلي. طيب هعيد مبلغ التأمين الأصلي إزاي؟ إن أنا بدفع نسبة أو هنا مبلغ أو قسط اسمه قسط نسبي. القسط النسبي ده بدفعه عشان أعيد أرجع مبلغ التأمين إلى حالته أو إلى أصله في بداية الإيه؟ بداية الوثيقة. كده إن إحنا خدنا اللي هو إعادة مبلغ التأمين لأصله، ده كان سادس حاجة من الأحكام الإيه؟ العامة للوثيقة. هناخد آخر حاجة اللي هي التلفيات، لو إحنا هنشوفها مع بعض على الشاشة، تأمين على التلفيات المادية للآلات. وهنا إن الآلات والمعدات المذكورة في جدول يتم التأمين عليها ضمن عطل الإيه؟ الماكينات خلال فترة الإيه؟ خلال فترة الوثيقة. ده كان سابع حاجة أو هنا الأحكام الخاصة للوثيقة. هناخد الاستثناءات الخاصة بالوثيقة. وزي ما احنا اتفقنا في أي وثيقة احنا كنا بنقولها الاستثناءات الخاصة بالوثيقة، إن شركة التأمين لا تكون مسؤولة عن إيه؟ أول حاجة التحمل المذكور في الجدول الوثيقة التي يتحمله المؤمن له عن كل حادث. تاني حاجة أي خسارة أو ضرر للبضائع المخزنة تنشأ نتيجة للنقص الطبيعي في الوزن أو الحجم. يعني هنا البضائع المخزنة الخسارة أو بضائع المخزنة نتيجة نقص الطبيعي في الوزن أو الحجم أو الفساد الطبيعي أو التعفن أو تغير اللون، شركة التأمين ملهاش دعوة لو إيه اللون تغير أو تعفن أو حصل فساد في الطبيعي أو الوزن قل أو الحجم، هي شركة التأمين مش هتعوض عن الخسائر الأضرار للبضائع دي. تالت حاجة أي خسارة أو ضرر بسبب الإصلاح المؤقت للآلات التبريد المحددة في قائمة الآلات التي يجرى المؤمن له بدون الحصول على موافقة من الايه؟ من الشركة. لو انا هعمل اي اصلاحات او اي تعديلات او اي حاجة في الالات التبريد لازم ان انا ابلغ الشركة والشركة توافق كتابيا. رابع حاجة هنا غرامات التأخير، لو في غرامات التأخير شركة التأمين ما بتعوضش عن غرامات التأخير لان هي مش سبب ان هي اخرت البضائع. خامس حاجة أي خسارة أو ضرر بسبب زيادة الكمية المخزنة عن الحد الأقصى المقرر لكل غرفة تبريد. هنا ما ينفع لو حصل خسارة، لو أنا حطيت في الثلاجات أو في غرفة التبريد عدد كبير من البضائع أو كميات كبيرة من البضائع، شركة التأمين مش هتعوض عليها. ستة أي خسارة أو ضرر بيلحق بالبضاعة المخزنة ناتجة عن وقوع أي خلل في جزء أو أجزاء من الآلات الإيه؟ التبريد. سبعة أي عيوب من البضائع موجودة عند بدء التأمين سواء كانت معلومة أو غير معلومة للمؤمن له أو ممثليه. تامن حاجة أي خسارة أو ضرر للبضائع بسبب تعطل أو انقطاع التيار الكهربائي العمومي. لو هنا التيار الكهربائي العمومي انقطع وحصل عطل وحصل ضرر أو خسارة للبضائع، هي شركة التأمين مش ملزمة إن هي تعوض عن الخسائر عن البضائع بسبب انقطاع التيار الكهربائي الإيه؟ العمومي. دي كانت هنا الاستثناءات الخاصة. زي ما احنا اتفقنا ان الاستثناءات الخاصة ان شركة التأمين ما بتعوضش عليها لو حصل مثلا بضاعة حصل تلف ليها او فساد من غير ما احطها في التبريد، شركة التأمين مش هتعوض. لو حصل ان هو تأخير في الغرامات او غرامات في التأخير، هي شركة التأمين ما بتعوضش عن تأخير او غرامات في التأخير. شركة التأمين ما بتعوضش لو هنا البضائع عفنت في غرفة التبريد أو الحجم بتاعها قل أو إن هي حصل اللون بتاعها غير، هي شركة التأمين مش هتعوض عن الحاجات دي. دي الاستثناءات الخاصة لشركة التأمين، إن شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عن الأضرار اللي بتحدث فيها. طب حصل انقطاع كهربائي من التيار الكهربائي العمومي وحصل ضرر أو خسارة في البضائع، شركة التأمين طبعا ما بتعوضش عليها.
دي كانت الاستثناءات الايه الخاصه. هنيجي ندخل على الاستثناءات العامه، ولو احنا بنشوف في اي وثيقه من الوثائق التامينات الاستثناءات العامه خدناها في التامين وثائق التركيبات والمقاولين، فاحنا برضه هناخدها النهارده اللي هي الاستثناءات الايه العامه. لو احنا شفنا على الشاشه اول حاجه اللي هي الاستثناءات العامه اللي هو الحرب، الغزو، اعمال العدو الاجنبي، الحرب الاهليه، دي الاستثناءات العامه اللي شركه التامين ما بتعوضش ايه عليه. تاني حاجه التمرد، الشغب، الاضطرابات الاهليه او الاضطرابات العماليه او اغلاق المصانع او التخريب او الارهاب، برضك شركه التامين ايه ما بتعوضش عليه. تالت حاجه الحجز او الاستيلاء، اي كان سببه، او تدمير او اتلاف الممتلكات بامر او اذن اي حكومه شرعيه او اي سلطه ايه عامه. رابع حاجه الاشعاعات الايونيه او التلوث بالنشاط الاشعاعي من اي وقود نووي او اي نفايات نوويه ناتجه عن احتراق وقود نووي. خمسه مواد الاسلحه النوويه. سته الافعال المتعمده او الاهمال الجسيم من جانب المؤمن له او ممثليه. ان انا بعتم الافعال المتعمده او الاهمال، ان انا بهمل خلاص ايه المؤمن له، يقول ان انا خلاص انا مأمن على الوثيقه او مأمن على الثلاجه فانا ههملها، لا كده غلط، او كده شركه التامين مش هتعوض عليها لو حصل افعال متعمده او اهمال، ان هو اهمال جسيم من جانب مين؟ المؤمن له. سبعه ان هنا توقف العمل سواء كان كليا او جزئيا، دي كانت من الاستثناءات الايه العامه. هناخد الشروط العامه للوثيقه، وبرضك احنا الشروط العامه للوثيقه هي زي الوثيقه التامين جميع اخطار التركيب ووثيقه التامين جميع اخطار المقاولين، هي الشروط العامه والاستثناءات العامه زي بعضها. اول حاجه من الشروط هي مراعاة شروط وأحكام الوثيقة. يعتبر شرطا مسبقا لوفاء الشركة بمسؤولياتها التزام المؤمن له بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الايه الوثيقة من شروط وايه وواجبات. لازم من هنا بتراعي الشروط والأحكام الايه الوثيقة، ان لازم يلتزم المؤمن له ان هو ينفذ بتنفيذ ومراعاة كل ايه ما ورد بالايه بالوثيقة. تغيير الخطر، يجب على المؤمن له اختار الشركة كتابيا بشكل فوري بأي تغيير جوهري في الخطر. ان انا في تغيير الخطر، لو انا هعمل تغيير الخطر لازم ان انا ابلغ شركه التامين، ولازم شركه التامين توافق على ان انا بغير الخطر بتاعي. يبقى هنا تغيير الخطر، ان هنا لازم ان انا شركه التامين تعرف بتغيير الخطر، ولازم الشركه توافق كتابيا، مش لازم مش ما من الشركه لازم توافق كتابيا مش شفويا، لازم ايه كتابيا اللي هو تغيير الايه الخطر. طيب من الشروط التانية اللي بعد كده اللي هو تالت حاجة لو شفنا على الشاشة الاحتياطات الواجبة على المؤمن له. يجب على المؤمن له وعلى نفقاته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واتباع توصيات وتوجيهات الايه الشركة. لازم هنا المؤمن له ان هو يتبع التوصيات والتوجيهات الايه الشركة، ولازم يتخذ كافة الاحتياطيات المناسبة. رابع حاجة الفحص والمعاينة، لممثل الشركة الحق في فحص ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب. في الفحص والمعاينة إن الشركة من حقها أو ممثل الشركة إن هو ليه الحق إن هو يفحص ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت إيه مناسب. واجبات المؤمن له عند وقوع الحادث، اول حاجه ان انا اختار الشركه فورا تليفونيا او بركيا، لازم ان انا اختر الشركه لو حصل حادث او حصل عطل للالات او عطل او فساد للبضائع، لازم ان انا اختر الشركه فورا تليفونيا او بركيا. تاني حاجه ان انا بتخذ كل الخطوات التي في امكان العمل على تقليل حجم الخسائر او الايه او الاضرار. ثالث حاجه ان انا محافظه على الاجزاء التي اصابها الضرر، لازم ان انا احافظ على الاجزاء اللي اصابها اللي هي الضرر.
وتمكين الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها. لازم إن أنا أخلي أمكن الشركة أو الخبراء الخاصين بيها إن هم يعينوا ويفحصوا الضرر أو الأجزاء اللي هي أصيبت بالإيه؟ بالضرر. رابع حاجة، اختار الشركة فورا في حالة وقوع خسائر أو أضرار بسبب حادث الحريق أو السرقة أو السطو. يبقى هنا الواجبات المؤمن له، المؤمن ليه الواجبات ان هو لو حصل حادث او يعمل ايه. اول حاجة ليه 4 خطوات. اول خطوة من الخطوات ان هو يبلغ شركة التأمين، يبلغها تليفونيا او ان هو يبعت برقية. يبقى اول ما يحصل حادث لازم اول حاجة ان هو يبلغ شركة الايه، لازم يبلغ شركة التليفون، شركة التأمين، يا اما تليفونيا او برقية. طيب تاني حاجة ان هو لازم يحافظ على الاضرار او الاضرار اللي حصلت في الآلة او الثلاجة، لازم ان هو يحافظ عليها ويمكن الخبراء او الشركة ان هم يعينوها. رابع حاجة ان هو لازم ان هو يبلغ الشرطة على وقوع الايه الحادث. يبقى هنا دي 4 خطوات لازم ان هو يقوم بيها، الواجبات اللي يقوم بيها المؤمن له اتجاه لو حصل حادث. طيب بعد كده لو احنا هنشوف على الشاشة إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية، واحنا زي ما قلنا إعادة مبلغ التأمين إلى حالته الأصلية لو حصل حادث، وطبعا شركة التأمين عوضته. وبعد كده فاضل مدة في الوثيقة. طب أنا عاوز المدة دي برضك إن أنا أرجع مبلغ التأمين إلى حالته الأصلية. بدفع ايه؟ قلنا ان انا بدفع قسط ايه، بدفع قسط نسبي عشان ارجع المبلغ الى حالته الايه الأصلية، اللي هي إعادة المبلغ التأمين الى حالته الأصلية او الى الأصل. لو احنا نشوف هنا اهو على الشاشة إعادة مبلغ التأمين الى قيمته الأصلية، يجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين الى قيمته الأصلية، وذلك نظير ايه، سداد قسط نسبي زي ما قلنا اهو، سداد قسط ايه نسبي عن الفترة المتبقية من الايه من التأمين. 7 تطبيق مبدأ الحلول في الحقوق. يجب على المؤمن له قبل او بعد حصوله على التعويض من الشركة ان يقوم ويسمح ويساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعوة التي تحل فيها محل المؤمن ايه المؤمن له. يبقى شركة التأمين بتحل محل اللي هو المؤمن له في مباشرة الدعاوي او القضايا الموجودة، وهي اللي بتقوم ب او بتساهم في القيام بنفقات الايه الشركة. سقوط الحق. تسقط جميع الحقوق إذا قدم المؤمن له بيانات مخالفة عن الحقيقة أو غير صحيحة، أو أخفى بيانات أو حقوق جوهرية من شأنها التأثير على قرار الشركة بقبول طلب الإيه؟ التأمين. يعني إيه سقوط الحق؟ إن شركة التأمين بتسقط الحق لو المؤمن له قدم بيانات غير صحيحة، أو قدم بيانات إيه؟ بيانات غير صحيحة أو بيان أو حاجات أو بيانات غير صحيحة او حاجات جوهريه، فكده شركه او حقوق جوهريه من شانها ان هي بتاثر على قرار الشركه. 9 تطبيق مبدا المشاركه. هنا الشركه بتكون مسؤوله عن تعويض الخساره او بنسبه المبلغ المؤمن به لديها الى مجموعه مبالغ المؤمن بها على نفس الايه الاشياء. ارجاء سداد التعويض. للشركة الحق في إرجاء سداد التعويض في حالة إيه بقى؟ ما إذا كانت هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الإيه الشركة. يعني إيه إرجاء سداد التعويض؟ يعني شركة التأمين ما بتسددش التعويض في الحالات إيه؟ لو في تحقيقات. فطبعا شركة التأمين ما بتسددش التعويض لو في إيه تحقيقات تتعلق بالمطالبة. تاني حاجة، إذا كان هناك شكوك حول المؤمن له في الحصول على ايه على تعويض، لو في شكوك حول المؤمن له ان هو يحصل على تعويض، يبقى شركه التامين ما بتعوضش، بتفضل ارجاء سداد التعويض لحين الانتهاء من التحقيقات. الاخطار. هنا كل اخطار او مخاطبه للشركه خاصه بالوثيقه يجب ان تكون كتابيه،
وان توجه الى الجهة التي اصدرت الايه الوثيقة. لازم زي ما احنا اتفقنا ان احنا لازم اي مخاطبة للشركة لازم تكون كتابية. الشرط الفاسخ، لشركة التأمين الحق في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أن تخطر المؤمن له بوقف عقد التأمين مع إنذار بواجب سداد أو بموجب سداد القسط خلال كام؟ خلال 10 أيام، وإلا اعتبر العقد إيه؟ مفسوخا. شرط التقادم، تخلي ذمة شركة التأمين من دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحوادث بعد انقضاء 3 سنوات من علم المؤمن له بها ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة ومتعلقة بالمطالبة. يبقى هنا شرط التقادم ان انا مش هينفع شركة التأمين بتخلي ذمتها ان هي تدفع قيمة الخسائر او الاضرار الناجمة عن الحادث بعد انقضاء يعني بعد الايه بعد مدة كام؟ 3 سنوات من علم الايه المؤمن له. بس لو ممكن يحصل، بس لو ما كانش فيه هناك تحكيم او دعوى قضائية. 14، المحاكم المختصة. هنا لو في منازعات اللي بتنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها بتتكون من اختصاصات مين؟ اختصاصات المحكمة المختصة التي بيقع دائرتها في المركز الرئيسي للايه؟ للشركة. يبقى هنا المحكمة المختصة اللي بتكون في دائرتها المركز الرئيسي للايه؟ للشركة، لو حصل اي منازعات لتفسير الايه؟ الوثيقة. 15، اللي هو جدول الوثيقة وملاحقة الوثيقة. ان جدول الوثيقة واقسامها وملاحقها جزءا متمما لها، وعبارة هذه الوثيقة اينما وردت فيها هذه العقد بتتضمن ايه الجدول والاقسام والملاحقة والمتممة ايه لها. ده كده ان احنا اخدنا اخر حاجة اللي هي وثيقة فساد البضائع في مخازن التبريد. دي كانت اخر وحدة في منهج اللي هي التأمينات الهندسية. كده احنا خلصنا منهج التأمينات الايه الهندسية. هنبدأ نشوف النماذج الخاصة ب او الامتحانات السابقة بتيجي ازاي، وشكل الاسئلة ازاي، ونقدر ان احنا نحلها مع بعض. فاول حاجة هناخد اللي هو امتحان السنة اللي فاتت اللي هو 2020. السؤال الاول كان بيقول اكمل، لو احنا هنشوف اهو مع الشاشة اللي هو السؤال الاول، اكمل العبارات الاتية مستخدما كلمة من بين الاقواس. هو عطيك كلمات اهو وبيقول لك خد منها وحطها في الاكمل. هنا التجارب، وثيقة واحدة، الهندسية، الفيضان، الحريق، العطل، كبيرة، مشروع، صغير، المسؤولية المدنية. دي كلمات وابدأ نحطها في الأكمل عندي. طب أول حاجة في الأكمل، لو احنا شطار مع بعض ونركز مع بعض، من الأخطار المادية المغطاة في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. الأخطار المادية المغطاة في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، نقط ونقط. لو احنا فاكرين مع بعض هيبقى ايه؟ اهو هيبقى اهو الحريق والفيضان. يبقى هنا الأخطار المادية المغطاة في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، الأكمل بتاعتها الحريق والإيه؟ والفيضان. طيب تاني نقطة، يجب ألا تتعدى فترة نقط 4 أسابيع من تاريخ انتهاء التركيب حسب نوع نقط. لو نفكر مع بعض، يجب ألا تتعدى فترة الايه التجارب. لو احنا فاكرين في وثيقة جميع أخطار التركيب ان يجب ألا تتعدى فترة الايه التجارب 4 أسابيع من تاريخ انتهاء التركيب حسب نوع الايه نوع المشروع. اهو يبقى هنا التجارب وهنا الايه المشروع. السؤال الثالث، يصدر سوق التأمين في مصر للتأمين على كافة الآلات والمعدات ضد ايه؟ يبقى هنا يصدر سوق التأمين في مصر ايه؟ للتأمين على كافة الآلات والمعدات ضد ايه؟ هنا بيصدر
سوق التأمين في مصر وثيقة واحدة للتأمين على كافة الآلات والمعدات ضد الإيه؟ ضد العطل. يبقى هنا يصدر سوق التأمين في مصر وثيقة إيه؟ واحدة لكافة الآلات والمعدات ضد الإيه؟ ضد العطل. رابع حاجة، من طبيعة المعدات الإلكترونية تركز رأس مال إيه؟ نقط، في حيز مكاني إيه؟ نقط. يبقى هنا من طبيعة المعدات الإلكترونية تركز رأس مال كبير في حيز مكاني صغير. احنا اتفقنا في المعدات الإلكترونية الحلقة اللي فاتت ان هي بتحتاج الى رأس مال كبير وفي مكان ايه؟ صغير. تمام كده. خامس حاجة اللي هي التأمينات. نقط هي مجموعة من تأمينات الممتلكات، ونقط التي تهدف إلى حماية المشروعات الصناعية المختلفة. هي دي تأمينات إيه؟ هي المادة بتاعتنا اسمها إيه؟ تأمينات هندسية. يبقى هنا هي التأمينات الهندسية هي مجموعة من تأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية اللي بتهدف إلى حماية المشروعات الصناعية الإيه؟ المختلفة، اللي هو التعريف اللي هي التأمينات الهندسية. تمام كده، احنا خدنا اللي هو السؤال الاولاني اللي هو اكمل. السؤال الاولاني اكمل لازم ان انت تركز فيه، هو كمان هو مسهلها معاك، كان عطيك اللي هي الجمل او الكلمات وان انت بتاخد منها. فاحنا طبعا لو احنا مذاكرين مع بعض في الحلقات السابقة كلها هتقدر ان انت تحل الامتحان، وهو سهل جدا وما فيهوش اي حاجة. ده كان اول حاجة في السؤال، كان السؤال الاول اكمل. طب السؤال التاني بيبقى فيه ألف وب. السؤال ألف بيبقى مقال، والسؤال ب بيبقى مثلا موضوع يا اما صح وغلط يا اما توصيل على حسب ما هو جايبه لك. فهنا في السؤال التاني عطيك ايه؟ بيقول لك هنا السؤال التاني ألف، اذكر العوامل اللي بتؤخذ في الاعتبار عند تحديد السعر لتأمين جميع أخطار التركيب. يبقى دي وثيقة جميع أخطار الايه؟ التركيب، اللي هي اذكر العوامل اللي بتؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر الايه؟ التأمين. هو طلب منك كام؟ طالب خمسة فقط. طب ايه هما العوامل دي؟ لو احنا هنشوفها مع بعض اهو. هنا العوامل اللي بتؤخذ في الاعتبار عند تحديد السعر لتأمين جميع أخطار التركيب هما كام اهو؟ نوع المشروع، انا بشوف نوع المشروع هو اللي بيحدد سعر التأمين. هنا المقاول التركيب، لو المقاول ده لسه جديد بسعر التأمين بيختلف عن مقاول شغال يجيله فترة طويلة وعنده خبرة. تالت حاجة اللي هو تحليل قيمة الأعمال. رابع حاجة خريطة انسياب الإنتاج على الماكينات. خامس حاجة اللي هو الجدول الزمني للتركيب. وسادس حاجة اللي هو كروكي موقع الايه؟ المشروع. دي العوامل اللي بتأخذ في الاعتبار عند تحديد الايه؟ سعر التأميني لجميع أخطار الايه؟ التركيب. السؤال الثاني في ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. هنا بيقول لك من سمات التأمينات الهندسية أن يكون التلف في جميع الأحوال فجائي وغير متوقع. لو احنا فاكرين أن اللي هي السمات في التأمينات الهندسية أي حادث لازم يكون مفاجئ وغير متوقع، وزي ما احنا متفقين أن لازم أي حادث يحصل لازم يكون مفاجئ وغير متوقع، دي من سمات التأمينات الهندسية. هل الجملة دي صح ولا خطأ؟ اكيد صح، لان احنا خدناها مع بعض في الحلقه، اول حلقه من التامينات الهندسيه، وقلنا ان سمات التامينات الهندسيه ان الحادث لازم يكون مفاجئ وغير متوقع. يبقى هنا الاجابه بتاعه السؤال ده مع بعض اهو، الاجابه صح اللي هي السمات. طيب تاني سؤال لو احنا نشوفها على الشاشه، بيقول لك هنا ترجع اسباب الخسائر في التامينات الهندسيه إلى خسائر ناتجة عن عوامل فنية وخسائر ناتجة عن عوامل نفسية. لو احنا نفتكر مع بعض أسباب الخسائر في التأمينات الهندسية،
اسباب الخسائر في التامينات الهندسيه، هم قلنا ان هم عاملين، اللي هي الخسائر الناتجه عن ايه؟ الناتجه عن عوامل فنيه وعوامل موضوعيه. يبقى هنا ناتجه عن عوامل موضوعيه وعوامل ايه؟ فنيه. يبقى هنا اجابه السؤال ده هيبقى صح ولا غلط؟ هنا هيبقى غلط. ليه؟ لان هو بيقول لك نفسيه، احنا ما عندناش نفسيه، هي عوامل ايه؟ عوامل فنيه وموضوعيه. يبقى هنا بترجع اسباب الخسائر في التامينات الهندسيه الى خسائر ناتجه عن عوامل ايه؟ فنيه، وخسائر ناتجه عن عوامل ايه؟ موضوعيه. النفسيه دي لا. ثلاثة، هنا بيكرر مقدار التحمل في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب، بينما بيزيد وثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين. دي هتكون إيه؟ اللي هنا بيقولك إيه؟ إن بيقل مقدار التحمل في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب، بينما إن هو بيزيد في وثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين. مقدار التحمل بيقل في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب، ويزيد في وثيقة التأمين أخطار المقاولين. دي صح ولا خطأ؟ صح. طب لو هو قال لك يزيد مقدار التحمل في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب، بينما يقل في وثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين، هتبقى غلط، لأن دي يقل في أخطار التركيب وبيزيد في أخطار المقاولين، اللي هو مقدار الإيه؟ التحمل. أربعة، لا يشترط في وثيقة تأمين فساد البضائع في مخزون التبريد أن يكون هناك مصدر للطاقة الكهربائية طول فترة التأمين. احنا لسه قايلين اهو، هل هنا لا يشترط ان هو يكون في طاقة كهربائية موجودة عشان لو حصل اي فساد في البضائع؟ لا، احنا لسه قايلين ان هو لازم يكون في طاقة كهربائية موجودة. يبقى هنا يشترط ان هو يكون في وثيقة فساد البضائع في المخازن التبريد لازم يكون في طاقة ايه؟ كهربائية. يبقى هنا العبارة دي ايه؟ العبارة دي خاطئة. العبارة دي ايه؟ خاطئة. هنا يشترط، مش لا يشترط، هنا يشترط. يشترط في وثيقة تأمين فساد البضائع في مخزون التبريد ان يكون في مصدر للطاقة الكهربائية طول فترة التأمين. خمسة، تصدر وثيقة تأمين معدات المقاولين البرية لمدة كام؟ لمدة 4 شهور، وتكدد كل شهر، ويمكن امتدادها لفترة تزيد او تقل عن سنة. يبقى هنا بيقول لك ان وثيقة تأمين معدات المقاولين البرية بتصدر لمدة قد ايه؟ لمدة 4 شهور وتكدد كل شهر؟ هنا العبارة دي خاطئة، لان انا عندي ان وثيقة هنا البرية، وثيقة تأمين الآلات البرية او المعدات البرية هنا لمدة كام؟ لمدة عام. ان انا بجدد لمدة ايه؟ لمدة عام. هنا قايل لك 4 شهور، يبقى هنا العبارة دي هتكون ايه؟ العبارة دي هتكون خاطئة، لان هنا بتصدر وثيقة تأمين معدات المقاولين البرية لمدة عام وتجدد كل سنة. يعني هنا عام وهنا سنة، ويمكن ان امتدادها لفترة تزيد عن ايه؟ عن سنة، مش تقل، لا تزيد عن سنة. يبقى هنا الجملة دي خاطئة. السؤال الثالث اللي هو اختار من المجموعة ألف ما يناسب من المجموعة ايه؟ ب، اللي هو التوصيل. بيبقى عطيك هنا المجموعة ألف ومجموعة ب، وبيقول لك وصل او ان انت اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ايه؟ ب. عطيك هنا واحد اللي هو تأمين اخطار التركيب، واثنين في سوق المصري التأميني، 3 طبيعة المعدات الإلكترونية، 4 قيمة العقد أو المقاولة، و5 مبدأ المشاركة. طب في ب أعطيك إيه؟ اللي هو ألف بتفرق الوثيقة المستخدمة بين حالة التلف الكلي وحالة التلف الإيه؟ الجزئي. هنا ب بتشمل الأعمال الدائمة اللي بيقوم بيها المقاول مثل الحفر وبناء الإيه؟ الأساسات. هنا بيعتبر تأمين قصير الأجل
لأن مدة التأمين لا تتجدد بعد انتهاء التركيب. د: الحساسية الشديدة للبيئة المحيطة به. ه: بيهدف إلى عدم حصول المستأمن على تعويضه أو تعويض المستحق من كل مؤمن على حدة. واو: إذا كان التأمين دون الكفاية والوثيقة تخضع لشرط النسبية. أنا لازم في سؤال التوصيل لازم إن أنا أقرأ المجموعة ألف ومجموعة ب عشان أقدر إن أنا أعرف أنا هختار إيه وأبدأ أعمل الإجابة بتاعتي. طب أنا لما أجي أحل المسألة، لما أجي أحل هنا التوصيل أعمل جدول زي اللي أنا هعمله دلوقتي أهو. أهو أنا هاخد أول حاجة اللي هو تأمين أخطار التركيب، اللي هو إيه؟ اللي هو جيم، اللي هو يعتبر تأمين قصير الأجل لأن مدة التأمين لا تتجدد بعد انتهاء التركيب. يبقى أنا خدت واحد مع إيه؟ مع جيم. واحد مع إيه؟ مع جيم. طيب وأكتب أهو، أدي واحد وأدي جيم، كده دي الإجابة بتاعتي. طيب اتنين، في السوق المصرية للتأمين هنا بتفرق الوثيقة المستخدمة في حالة التلف الكلي وحالة التلف الجزئي. يبقى أنا خدت اتنين مع مع ألف. تلاتة، طبيعة المعدات الإلكترونية اللي هي هاخد طبيعة المعدات الإلكترونية. احنا قلنا ان المعدات الإلكترونية بتكون حساسة او شديدة الحساسية، الحساسية الشديدة للبيئة المحيطة بها، دي المعدات الإلكترونية. يبقى هنا تلاتة مع مع دال، أو تلاتة مع دال. أربعة، قيمة العقد أو المقاولة. هنا قيمة العقد أو المقاولة اللي هو رقم أربعة هناخد به، اللي هي بتشمل الأعمال الدائمة التي يقوم بها مين؟ المقاول، مثل الحفر وبناء الأساسات. يبقى هنا أربعة مع مع به. هنا خمسة وآخر حاجة في التوصيل اللي هي مبدأ المشاركة. مبدأ المشاركة اللي هو بيهدف إلى عدم حصول المستأمن على تعويضه المستحق من كل مؤمن على على حدة، لأن هي دي مبدأ المشاركة بيكون مجموعة مع بعض مش كل مؤمن على على حدة. يبقى هنا عرفتوا التوصيل بنحله ازاي اهو، بنعمل جدول زي ده وبنحله على حسب ما هو مطلوب منك. ممكن يجي يقولك في التوصيل اكتب الجملة وقصادها الإجابة بتاعتها، فانت بتبدأ تكتب هنا الجملة وقصادها الإجابة بتاعتك. طيب لو هو ما قالش كده في الامتحان بتعمل الجدول زي ما احنا عاملينه اهو، وبنكتب هنا رقم واحد وخد حرف او الحرف كذا. لو هو ما قالش ان انت تكتب، مثلا لو هو قال اكتب الجملة وقصادها الإجابة الصحيحة، يبقى هنا مثلا هتكتب تأمين أخطار التركيب وناخد رقم اللي هو جيم، يعتبر تأمين قصير الأجل لأنه مدة التأمين لا تتجدد بعد انتهاء التركيب. هنكتب الجملة دي كلها جنب بعض. لو هو قال لك اكتب الجملة، اكتب الجمل كلها. طب لو هو ما قالش أو هو ما طلبش، هنكتب هنعمل الجدول اللي احنا اللي هو مطلوب من حضرتك. السؤال الثالث اللي هو اذكر أساليب الوقاية والمنع ضد خطر الحريق للمعدات الإلكترونية، وبيقولك هنا بيكتفي بكام؟ بخمسة. طيب لو احنا هنا هنشوف مع بعض اللي هنا الأساليب، بتنقسم وسائل الوقاية والمنع في هذا المجال إلى إلى وسائل وقاية عامة، ووسائل وقاية ضمن تصميم المبنى، وتالت حاجة اللي هي أجهزة إنذار الحريق، رابع حاجة وقاية وسائط التخزين البيانات ضد الحريق، وخامس حاجة اللي هي الوقاية ضد خطر رشح المياه، وسادس حاجة اللي هي الوقاية ضد الأخطار الفنية. دي هي الوقاية أو هنا الوسائل الوقاية والمنع في هذا المجال، اللي هي بتنقسم إلى ست وسائل إن احنا بنكتبه. هنا السؤال الرابع بيقول لك في ألف أذكر المراحل اللي بتمر بها مدة التغطية التأمينية في تأمين جميع أخطار التركيب مع الشرح. يعني هو مش قايل لك بس المراحل بس، لأ هو المراحل مع الشرح. هنا مدة التغطية التأمينية هم أربع مراحل. هنا بيمكن تقسيم مدة التأمين على المراحل التالية إلى المرحلة الأولى فترة التخزين، فترة التركيب، وفترة التجارب، وفترة الصيانة.
بنكتبها كده في الامتحان. دول اربع، هنا اربع مراحل لمادة التغطية التأمينية اللي هي التخزين والتركيب والتجارب والصيانة. هناخد اول حاجة اللي هي المرحلة الاولى اللي هي فترة التخزين. هنا فترة التخزين بيراعي ان يكون التخزين في موقع العمل بطريقة سليمة او في مخازن مخصصة لهذا الغرض بعيد عن المشروع، وبيجب ان يكون التأمين ده او تكون شركة التأمين على علم بذلك قبل بدء التأمين. المرحلة الثانية اللي هي فترة التركيب، ان هي بتبدأ هذه الفترة من بداية عملية التركيب او بداية تنفيذ الاعمال اللازمة لعملية التركيب، وبتنتهي بانتهاء عملية التركيب. يعني هي بتبدأ بتنفيذ الاعمال اللازمة عملية التركيب وبتنتهي بانتهاء عملية التركيب. ثالث مرحلة اللي هي مرحلة او فترة التجارب، ان انا بجرب، يجب ان الا تتعدى فترة التجارب والاختبار 4 اسابيع من تاريخ انتهاء التركيب حسب نوع المشروع او التركيبات. المرحلة الرابعة فترة الصيانة، ان هي بتنص معظم عقود جميع اخطار التركيب على التزام الجهات اللي بتدير المشروع بعملية إجراء أعمال الصيانة للأشياء التي تم تركيبها بعد تجربها وتسليمها للمالك. ومع ذلك فإن من الممكن إن أنا بمد مدة التغطية التأمينية لفترة الصيانة بقسط إضافي، إن أنا بعمل قسط إضافي ملحق خاص بالوثيقة. يبقى هنا عندي كم مرحلة من مراحل مدة التغطية التأمينية، عندي اللي هي مرحلة التركيب ومرحلة التركيب والصيانة والتجارب. كده احنا خدنا نص الامتحان الخاص بالسنة اللي فاتت اللي هو 2020، وفصلنا لحد السؤال الرابع اللي هي المراحل. طبعا للأسف ان احنا الحلقة بتاعتنا انتهت. استنوني الحلقة الجاية هنكمل المراجعات او ان احنا نحل النماذج للامتحانات السابقة، وتشوفوا الاسئلة بتيجي ازاي وشكل الامتحان، ونتدرب ازاي نحل الاسئلة او الامتحانات السنين السابقة. في نهاية حلقتنا اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.